ثلاث مديريات بصعدة تحت السيطرة النارية ونهاية الميليشيا قريبة، ذلك ما أكده قائد اللواء السادس في قوات حرس الحدود. ووفقا للعميد حسين حسان، فقد تمكن الجيش خلال اليومين الماضيين من اجتياح معاقل الميليشيا في قرى شعيب في مديرية رازح وتحريرها وصولا إلى قرب منطقة الحجلة التي تعتبر خط الإمداد للميليشيا إلى مركز المديرية، وهو تقدم يأتي ضمن عملية شاملة. أكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة أن الجيش الوطني بات خلالها يحاصر أهم معاقل الحوثيين من ثلاثة محاور. انتصارات الجيش الوطني بصعدة تتزامن مع استمرار تقدمه باتجاه صنعاء، إذ لقي أكثر من 140 مسلحا حوثيا مصرعهم في نهم خلال 4 أيام. الله أكبر! فيما تمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط محاولة هجوم حوثية وشن هجمات معاكسة أسفرت عن تحرير مواقع جديدة من ضمنها جبال النخش باتجاه منطقة مسور شرق صنعاء، وهي انتصارات عمدها الجيش الوطني بالدماء الطاهرة لقيادات وجنود تعاهدوا ألا يسقط علم الوطن، فكان موعدهم الارتقاء شهداء ليكون الموعد القريب لليمن مع النصر. لم يكن حال الميليشيا في جبهات الساحل أحسن حالا، إذ أكد مصدر عسكري تخلي الحوثيين عن عشرات الجثث التي تركوها خلفهم في ميدي. وفيما تمكنت قوات التشكيل البحري من تنفيذ غارة ناجحة على مواقع الميليشيا في مرسى بوحيص بين ميدي واللحية، تواصل قوات الجيش التقدم باتجاه الجراح من عدة محاور. هزائم الحوثيين على مقربة من ساحل البحر تغدو أكثر إيلاما لداعميهم مع ما يحققه الجيش الوطني في عمق الصحراء وقمم الجبال، إذ صد أبطال الجيش هجوما للحوثيين في الصرواح وكبدوهم خسائر فادحة. وفيما تتواصل انتصارات الجوف، تؤكد البيضاء استحالة عودة ميليشيا السواد للمناطق التي تم تحريرها في ظل إصرار الجيش على استكمال التحرير، وتبقى تعز بصمودها وانتصاراتها أسوأ كوابيس الحوثيين وداعميهم. يقين الحوثيين بالهزيمة المحققة يدفعهم باتجاهين متناقضين ظاهرا متطابقين في النتيجة، اتجاه إطلاق صواريخهم باتجاه مأرب واتجاه المراوغة بتقديم مبادرات سلام. وفي الاتجاهين يكمن سم عقرب إيرانية تقتل بذيل المبادرات أكثر مما تفعل بمقدمة الصواريخ.